البورصات والأسهم العالمية، الذهب وأسعاره وتذبذباته، تغيرات أسعار الدولار وآخر مستجدات سوق النفط العالمي والمحلي، هذا ما سنتحدث به اليوم مشاهدينا. أهلا بكم، تابعونا. إن الاقتصاد العالمي يواجه وضعا كارثيا أكثر في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية وتسببت في ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية العالمية الأخرى في غضون أسابيع قليلة. لذلك فإنه من الضروري إبرام اتفاق بلازا جديد لتهدئة تقلبات السوق في وقت طرأت على العالم تغييرات نقدية عديدة على مدار الأعوام 35 الماضية، التي من المحتمل أن تحول دون اتخاذ مثل هذا الإجراء. وهي أولاً، أضحت أسواق رأس المال العالمية معقدة ومتكاملة أكثر إلكترونياً مما كانت عليه في عام 1985. ثانياً، باتت الأحادية أو النزعة الانفرادية الهدف الذي ترنو إليه معظم البلدان. ثالثاً، تمتلك الصين اقتصاداً مدعوماً بالدولار، ولن توافق بسهولة على انخفاض قيمة مدخراتها الضخمة من الدولار. وفيما يتعلق بأسواق رأس المال، تمثل القروض الائتمانية بالدولار 14% من إجمالي الناتج المحلي العالمي غير المصرفي اعتبارا من عام 2018. في الواقع فإن الأوراق المالية المتداولة في جميع أنحاء العالم من فئة 100 دولار أكثر من الأوراق المالية من فئة 1 دولار، علما بأن 80% منها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويشار إلى أن الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا ساهمت في تأخير المدفوعات بالدولار، ومن المتوقع يتخلف الدائنون عن السداد في المستقبل القريب. أما فيما يتعلق بالأحادية فقد باتت من إحدى نتائج الحمائية، ذلك أن الكثير من البلدان تحاول احتواء تفشي الجائحة بشكل منفرد. لكن في مثل هذا الوضع يحتاج العالم إلى قيادة منسقة. وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، فإن الصين تمتلك حسب التقديرات الأخيرة احتياطيات من العملات الأجنبية أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وتبلغ 3 تريليونات دولار. وتعني العملات الأجنبية الدولار الأمريكي الذي يمثل 62% من الاحتياطيات العالمية، بينما يستأثر اليورو بنسبة 20%. لذلك يعتبر التخفيض من قيمة اليوان إلى أبعد من ذلك عاملا مقوضا للمصالح الصينية. ينبغي على الاقتصاديات الكبرى إبرام اتفاقيات العملة لتحقيق الاستقرار في الدولار الأمريكي، ولا سيما خلال أزمة كورونا، مما من شأنه تقارير الاقتصادية أيضا أن اتفاقية 1985 ربما كانت بمثابة آخر مبادرة عظيمة للسيطرة متعددة الأطراف على صعود الدولار. أسعار النفط التي انهارت بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من إجراءات، شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي اعتمدها العديد من البلدان. يضاف إلى ذلك الاتفاق الأخير الخاص بخفض إنتاج النفط الذي اعتمدته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها، وهو ما أسهم بحسب بعض الخبراء بعودة التفاؤل لأسواق النفط، مؤكدين في الوقت ذاته على أن المخاطر ما تزال موجودة، مثل ظهور موجات جديدة من تفشي وباء كورونا الذي قد يعزز من إجراءات إغلاق الاقتصاد مرة أخرى، مما يعني استمرار تدهور النمو الاقتصادي مقلصا الطلب على النفط، خصوصا مع عدم وجود لقاح خاص للقضاء على فيروس كورونا.
من جانب آخر، يدفع تنامي معروض نفط أوبك والولايات المتحدة الأمريكية بالتوازي مع تعثر تعافي الاقتصاد والطلب على الخام بسوق العقود الآجلة للعودة إلى هيكل ينبئ بفائض في المعروض. لكن هيكل فائض السوق عندما تكون الأسعار الفورية أضعف من الأسعار الآجلة يمكن أن يعود بالنفع على التجار، إذ يمكنهم تخزين الخام على أمل إعادة بيعه لاحقا بربح، حيث أعلنت كل من رويال داتش شيل وتوتال وإيني وإكوينور النرويجية عن أرباح مجزية من تجارة الخام. وقال بيورنار تون هاوجن مدير أبحاث سوق النفط في ريستات إنرجي إن تجربة أوبك المتمثلة في زيادة الإنتاج من شهر آب قد تعود بنتائج عكسية، إذ إننا لم نخرج بعد من أزمة الطلب على النفط. أما هاويلي الاقتصادي في بنك OCBC السنغافوري قال إن السوق غير مقتنعة أن الطلب يتعافى، ولذا اتجهت إلى الشراء لآجال أبعد بعلاوة سعرية متزايدة. وفي إطار تصور الموجة الثانية من تفشي المرض، لن تتراجع المخزونات العالمية في الربع الثالث، وستنخفض بمقدار متواضع في الربع الرابع لتظل مرتفعة عن متوسط 5 سنوات في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 149 مليون برميل. من جانب آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع يهبط بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من تقديراتها التي أصدرتها في وقت سابق لانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية بمقدار 2 مليون برميل يوميا إلى 18.4 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.1 مليون برميل يوميا. ومع عودة أسعار الخام بالتعافي، سارع المنتجون الأمريكيون إلى أسر حصة سوقية، في حين لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك بلس يخفضون الإنتاج بشكل كبير. وتشير التجربة التاريخية إلى أن فروق أسعار برنت تعطي مؤشرا جيدا على ميزان الإنتاج والاستهلاك العالمي فضلا عن المخزونات. وفي ضوء الطلب المخيب للآمال، يثير هذا إمكانية عودة السوق إلى بناء المخزونات. توقعت منظمة أوبك انخفاض الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق بسبب فيروس كورونا، وقالت إن التعافي في العام القادم ستشوبه ضبابية كبيرة، مما قد يصعب على المنظمة وحلفائها مهمة دعم السوق. أظهر استطلاع للاقتصاديين أن أسعار النفط تتأهب لتقدم بطيء صوب الصعود هذا العام، إذ يغذي تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام المدفوعة بفيروس كورونا الطلب، على الرغم من أن موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد قد يبطئ وتيرة التعافي.
ويتوقع المسح الذي شمل 43 محللا وخبيرا اقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 41.5 دولار للبرميل في عام 2020 بارتفاع طفيف عن متوسط 40.4 دولار في مسح الشهر الماضي ومقارنة مع نحو 42 دولار وهو متوسط سعر الخام منذ بداية العام الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط السعر 49.8 دولار في عام 2021. ارتفعت التوقعات لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 37.5 دولار للبرميل من 36.1 دولار في حزيران. وتتوقع الاستطلاعات أن ينكمش الطلب العالمي بما يتراوح بين 7.2 و8.5 مليون برميل يومياً هذا العام مقابل 6.5 و8.7 مليون برميل يومياً في توقع الشهر الماضي. لكن محللين يقولون إن التوصل إلى لقاح واعد للفيروس قد يسرع مسار التعافي الاقتصادي وبالتالي يدعم أسعار النفط. تتوقع مجموعة أوبك بلس أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 7 ملايين برميل يومياً في العام المقبل عام 2021 بعد تراجعه بمقدار 9 ملايين برميل يومياً هذا العام. وتريد أوبك زيادة إنتاجها بمقدار 6 ملايين برميل يومياً في عام 2021، لكن البحث الداخلي يشير إلى أن تلك الأرقام المستهدفة قد تكون في خطر إذا أجبرت موجة ثانية من المرض الحكومات حول العالم على فرض إجراءات العزل العام من جديد. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من حديثنا الاقتصادي. انتظرونا في أحاديث اقتصادية أخرى. إلى اللقاء.